بعد إعلان فرنسا استقلال سوريا عام 1941 لم تغادر القوات الفرنسية وبقيت لفترة داخل الأراضي السورية، الأمر الذي جعل السوريين يخوضون معركة سياسية طويلة للحصول على سيادتهم واستقلالهم. وخلال صيف عام 1943 انتخب شكري القوتلي رئيسا لسوريا، وكانت القوات الفرنسية حينها لا تزال في دمشق، فأخذ القوتلي يركز جهوده للحصول على الاستقلال التام وإجلاء القوات الفرنسية عن الأراضي السورية ونيل اعتراف دولي بهذا الاستقلال. لكن فرنسا لم توافق على إخراج قواتها وحاولت البقاء، الأمر الذي دفع القوتلي لمحاولة لفت انتباه قادة العالم لمعاناة الشعب السوري الواقع تحت الاحتلال الفرنسي، وحاول جاهدا لقاء القادة الكبار خلال الأزمة العالمية الثانية كالرئيس الأمريكي روزفلت والرئيس الروسي ستالين ورئيس وزراء بريطانيا تشرشل. وبالفعل نجح في لقاء رئيس الوزراء البريطاني تشرشل في مصر في 17 فبراير شباط عام 1945، ودار بينهما حوار لكنه تحول لسجال، حيث أراد تشرشل من القوتلي أن يتفاهم مع الفرنسيين فيما كان القوتلي يريد جلاء قواتهم عن سوريا. احتد النقاش بينهما حيث قال تشرشل للقوتلي أن يتفق مع فرنسا ويبرم معها معاهدة، وحذره من أن تتخذ سوريا موقفا متهورا أو سلبيا خاصة في مثل هذه الأيام الصعبة، وأشار إلى أن فرنسا لها مصالح في سوريا ولها أملاك، ليرد عليها القوتلي منفعلا ليس لها سوى دار واحدة في منطقة الجسر الأبيض وأنه على استعداد لشرائها والعيش فيها. وأضاف قائلا: لن أعترف بفرنسا ولو تحولت مياه البحر الزرقاء إلى حمراء قانية، ولن أمد لها يدي ولن أتفق معها مهما كانت الأسباب والظروف ومهما كانت الأخطار. وسأله: ماذا جنت سوريا وشعبها وما ذنبها حتى ترغمها على هذا البلاء؟ لن يرهبنا التهديد والوعيد، لن نستكين ولن نلين. فرد عليه تشرشل بغضب: هل تهددني؟ أنا لن أسمح لشخص في العالم كله أن يتحداني أو يهددني. فقال له القوتلي: إنه ليس من المعقول أن أتحداك أو أهددك، واضحا أنه لو وافق على ما يطلبه تشرشل منه لا حكم على نفسه بإنهاء الحياة على يد شعبه. وخلال الحديث قال القوتلي: إن سوريا تستحق احترام الحلفاء وتقدير زعماء العالم الحر ومساعدتهم وتأييدهم لها. وقال له: إن سوريا هي القيامة الكبرى، ولو فنيت سوريا لن يكون هناك شرق أوسط ولا عالم عربي، وسيتغير وجه العالم كله من بعدها.